كيتانا أو الأميرة كيتانا، يقال أن عمرها 10,000 سنة، لكن بسبب عالمها المعروف بأدينا أو ما يعرف بحديقة عدن تبدو بمظهر شاب. هي ابنة شاوكان بالتبني، وأخواتها بالتبني بيكونوا جيد وسكارليت. وبالرغم أنه كيتانا معظم حياتها قضتها وهي مخلصة لشاوكان، لكنها تخلت عنه وخرجت من تحت سيطرته وحررت عالمها أدينا من سيطرته أيضا، وهذا بسبب شعورها المتعاظم بالذنب تجاه أفعال وتصرفات شاوكان الشريرة. ويقال أيضا أنها بتحب ليو كينغ لكن حب خفي. كيتانا هي أحد أهم شخصيات المورتال كومبات الأساسية، وأسلحتها المعروفة هم المراوح ذات الشفرات الحادة اللي بتتحول لسكين عند طويها. حسب تعريف اللعبة لكيتانا، هي شخصية خطيرة على المدى البعيد بسبب سرعة إلقائها للمراوح، لكنها أيضا تستطيع القيام بكومبويات تسبب الضرر للخصم في حال اقترب منها، وعندها حركات هوائية تستطيع تهديد الخصم في حال قفز. أهم حركة عند كيتانا اسمها أرويال ويلكم، اللي هي معناها الترحيب الملكي، يعني أهلا وسهلا شرفتونا رح نطعميك قتلة. هذا الكومبو رح يفتح لك مجال لتعمل سلسلة من الكومبويات، فهذا يعتبر أهم حركة عند كيتانا، اللي هي لورا مثلث إكس مربع، وبعدها بتضفلها لتحت لورا مثلث اللي هي الفان ليفت الرفع بالمراوح. هاي الحركة مهمة لتعطيك وقت لتنفذ حركات تانية بعد هاي الحركة. نبدأ هلا بالحركات السهلة. بتعمل بعدين فانتوس، وبتعمل للفانتوس يعني رمي المراوح امبليفاي. هاي الحركة بتعمل دمج ب194. حركة تانية حلوة هي كويك اكسكيوشن الاعدام السريع. هاي اذا بتعملها ورا الرويال ويلكم بتعمل دمج ب184. وإذا رفعته بالمراوح قبل ما تعمل الإعدام السريع بترفع الدمج لل 188. وإذا حابب تغير شكل الحركة فيك تعمل الإيدينيان دانس لل 184 دمج. وحركة النوبل أسولت رح تعمل لك دمج ب200. وهون اذا بتنط بتكبس مربع بعد الفان ليفت وبتعمل حركة ليف ناو لقدام 4 مثلثات بتعمل لك دمج ب212. واذا بتلاحظ بس في ضربة من هدول الضربات ما رح تصيب، بس مع هيك رح تقدر تكمل فيها الكوم. واذا صابت معك رح يصير الدمج ب225. وهي حركة سهلة، لازم تنط بعد الفان ليفت وتضربه بمثلث، بعدها بتعمل اوستن وبتطيره لبعيد وبتعمل دمج ب242. ولتقدر تعمل الكومبو الأخير لازم تتدرب على حركة مربع لورا دائرة بعد الفان ليفت. إذا بتلاحظ لازم تستنى شوي بعد ما ترفعه بالمراوح وتمشي لعنده، لازم تمشي باتجاهه بشكل منيح حتى تقدر تعمل هذا الكومبو، وإلا مو كل الضربات رح تصيبه. ولتكمل الكومبو بشكل كامل بتضيف عليها كويك اكسكيوشن لازم تنفذها ضغري بعد مربع لورا دائرة، وهيك رح تنهي الكومبو بأنيميشن وتعمل دمج ب333. وللأمانة مو هدول كل كومبوهات كيتانا، لسه في عندها كومبو أو اثنين بيعمل دمج 400 ل 500، بس كتير صعبين لدرجة إني لسه ما قدرت أعملهم. إن شاء الله بالمستقبل بس أحترف اللعبة أكتر راح أعملهم وأعمل فيديو عنهم. وكيتانا صراحة هي من أقوى الشخصيات باللعبة لأن عندها حركات للمستوى القريب والبعيد وحركات هوائية كمان. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تدعموني بالقناة إنكم تشتركوا وتعملوا لايك وتنشروا الفيديو بين رفقاتكم. كان معكم وسيم من جيمراوي، والسلام عليكم.